أسئلة كتير بتدور في دماغ أي مهندس عاوز يشتغل في تخصص المكتب الفني أو التخطيط وإدارة المشروعات ومش عارف يبدأ منين. بالضبط جابت لك الحل، كورس المكتب الفني وإدارة المشروعات، واللي هنبدأ فيه نعرفك بمهام مهندس المكتب الفني. هنرد على أسئلتك وهنعرفك الفرق بين مهندس المكتب ومهندس التنفيذ. هنعلمك تعمل الشوب دروينج والحصر وبرامج تانية كتير، منها الأوتوكاد والإكسل والأوتوبار، وده مهم جدا لتقليل الهادر من الحديد. ومش كده وبس، لا احنا كمان هنعمل مشروع كامل متكامل على برنامج البريمافيرا، وازاي توفق الأنشطة مع بعض وتعمل خطة التكاليف للمشروع وتدرس التدفق المالي عليه. يعني هتطلع من الكورس مهندس مكتب فني محترف. سجل بياناتك الآن.